رجعنا لكم تاني وكنا بنتكلم عن حادث محطة مصر، وأكرر تاني رحم الله كل شهدائنا اللي توفاهم الله في حادث المحطة حريق محطة مصر أول امبارح، وربنا يشفي كل المصابين. وأذكر حضراتكم إن أنا كنت بتكلم على إن المشهد اللي احنا شفناه هو إذا كان حددناه في 4 عناصر أو بشكل مختصر ومحدد، كنت أول عنصر بتكلم فيه مع حضراتكم إن لو كلمنا عن الحادث ده، الحادث ده إنه مدبر، إنه إرهاب، إنه إهمال، إنه تسيب، إنه فساد، وراه حاجة واحدة فقط اللي هي زي ما قلت موت الضمير. إحنا بنعاني إلا من رحم ربي، بنعاني بإن إحنا في عندنا مشكلة مجتمعية كبيرة، بإن إحنا عندنا كتير من الضمائر للأسف ماتت، كتير من الذمم خربت، بقت الناس تستحل أعراض وأموال الناس بشكل بقى ما فيش فيه رقابة، وكأنهم نسوا يوم الحساب، وكأنهم نسوا إن في الله هيحاسبهم، وإن إحنا في الآخر إلى زوال. ودي مشهد أهو قدام حضراتكم، أي حد ماشي في لحظة، طبعا الموت يأتي في أي وقت، ويأتي فجأة في أي يعني وقت ما ربنا هيأذن بموت كل واحد فينا هيكون إمتى وإزاي ربنا اللي كاتب، لكن إن أنت يعني مشهد قدامك يروعك ويذكرك بالموت، ألا يتعظ الناس؟ يعني هو الناس اللي هي ما عندهاش ضمير دي، وعارفة إن ممكن حاجة زي كده يعني إذا كان إهمال أو تسايب أو كل اللي أنا قلته، أو مدبر زي ما الناس بعض الناس بتقول، فإزاي ما فيش ضمير أو قلب حي؟ القلوب حتى ما بقتش حية، يعني ناسيين أصلا إن في يوم وإن في حساب وإن ربنا يحاسب دنيا وآخرة للأسف. الحاجة التانية أو العنصر التاني اللي طلع من المشهد المروع ده، إن في ناس استغلت المشهد سياسيا، والناس دي قد إيه برضو مع يعني بلاحظ إن الناس دي فعلا ما عندهاش قلوب، حتى بغض النظر إذا كان هو يعني في بني آدم مات، بني آدم، وربنا قال لك يعني شوف قد إيه دم الإنسان يعني أكبر من هدم الكعبة، قد إيه حرمة دم الإنسان أيا من كان ديانته أو جنسيته أو لونه، ما بالك بقى إذا كان الناس دي من جنسيتنا ومن لوننا ومن ديانتنا، وإن هم يعني كأنهم فرحوا لقوا كأنهم بيتاجروا بوجع قلوب المصريين، كأنهم بيتاجروا ويستغلوها سياسيا أو ما شابه، وتلاقي فيديوهات كتيرة حتى اللي أنا شفته حاجة غريبة إن هم بيبثوا الزعزعة بين الناس إن خلي بالكم إن الدم اللي أنتوا بتروحوا تتبرعوا بيه ده ما بيروحش، يعني أي منطق وأي عقل، وتلاقي الناس يعني بالله عليكم خلي بالكم بلاش تشيروا، حتى لا تقسم، بلاش تشير حاجة، وإن أنت تقعد تتناقل ما بين الفيديوهات اللي أنت بتشوفها دون أن تتحرى ودون أن تتدقق، إن ده معلومة صحيحة، إيش عرفك اللي بيقول ده اللي بيتكلم ده كلامه صحيح؟ إن هم جايبين فيديو وبرده ناس كتيرة مشيراه على الفيسبوك إن الدم اللي راحت الناس اتبرعت بيه، ربنا يبارك للناس اللي جريت وراحت واتبرعت، ليه عايز تخلي الناس تخاف انها تروح تتبرع؟ لا ده الدم ده خدوه وهم خدوه، يعني مين اولا اللي هياخده وهياخدوه يعملوا بيه ايه؟ ومستحيل اي حد يعقل ان يكون في مصابين وناس رايحة تتبرع بالدم وما يروحش الدم ده للمصابين، حوالي 50 او اكتر من 50 مصاب، يعني تحت اي عقل؟ فان هم يستغلوا ده سياسيا ويبتدوا يبثوا السموم ويبثوا يعني كأنه هو الحدث، وانتم مش حاسين ان في بني ادمين ماتت وفي بيوت يعني اتخربت وفي قد ايه قلوب مكلومه وقد ايه ممكن يكون الشعب المصري كله مكلوم على هؤلاء؟ يعني اي 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 قلوب يعني والله العظيم انا بقعد اقول الناس دي يعني سبحان الله، الحمد لله على القلوب الحيه، والحمد لله ان الواحد فعلا ما زال ربنا مديله الاحساس والشعور ان هو يشعر بالناس من عن بعد، حتى الواحد لو شاف بني ادم فين؟ بني ادم بغض النظر هو ايه؟ ما بالك بقى بان انت يعني الناس دي منك وقد ايه ان انت ممكن بقى يعني انا مش عارفه ممكن نقدر نصفهم بايه، وان هم ما يصدقوا يعني يلاقوا حاجه زي كده، الله اعلم هم اللي وراها او مش اللي وراها، انا مش بتكلم في ده وحديثي بعيد عن ده وما اعرفش، وكل يعني مع كل اللي احنا بنسمعه كلها معلومات ويعني ناس بتتنبأ وناس بتحلل والناس بقت كلها للاسف محلله سياسيه ومحلله استراتيجيه، احنا بعيد عن ده لان في ناس مختصه بده، انا بتكلم على استغلال الحدث وبس، السم في قلوب الناس والناس كلها تحس انها محبطه،
الناس كلها عندها اكتئاب، الناس كلها، وطبعا للاسف احنا عندنا الاكتئاب والاحباط بينتشر بسرعه جدا، سرعه النار في الحشيم بالظبط، لكن لو حاولت تبث نوع من التفاؤل والالم بيبقى صعب وتقيل كتير. الا من رحم ربي، ربنا يا رب يعافينا جميعا. العنصر الثالث او المحور الثالث ان في ناس من ساعه الحادث وهي قاعده على مواقع السوشيال ميديا، اي ما كانت قاعده فين، مرتاحه فين، قاعده متدفيه فين او اي حاجه، قاعدين فقط يحللوا وينظروا ويبثوا لسه الجزء اللي انا كنت بقوله لحضراتكم في المحور اللي فات، ان هو قاعدين كل الوقت ياخدوا ويتناقلوا الفيديوهات ويقولوا وكذا هل في حد فكر ان هو يعني يشوف هيعمل ايه؟ هو ده الاهم، ان انت تقدر يعني اضعف الايمان، ان انت تبتدي تدعي لهم، وان يكون اليوم الاولاني ما انتش فاهم ايه اللي بيحصل، وطبعا هول الحادث وكذا وكذا، كل ده كلنا كنا كده، ولكن نفكر في الخطوه الحقيقيه ان انت تقدر تساعد ازاي. هل زي الناس اللي ربنا يبارك فيهم اللي راحوا اتبرعوا بالدم، زي الناس اللي ممكن في بعض الناس راحت المستشفيات، لان اهالي ناس كتيره من اللي راحت المستشفيات مصابه اهاليهم جم، الاهالي دي ممكن ما يكونوا مش لاقيين مكان يباتوا فيه، هل مثلا حد فكر ان هو يروح يجهز لهم بيات، عنده شقه ياجرها لهم، حتى لو ياخد يستضيفوا بعض الناس عندهم بشكل او باخر طبعا، يعني مع الاتاحه، انا اقصد الاتاحه، فيكون على الاقل في مساعده، ناس عايزه اكل، عايزه ميه، عايزه، ممكن ناس بتهلع وقت الحادث ده، ربنا يعافي الناس جميعا، رايحين كده الله اعلم معاهم مش معاهم، معاهم فلوس مش معاهم فلوس، المهم ان انت تحاول تقدر تساعد. فكرنا ان احنا نروح نساعد ازاي، بدل ما نقعد طول الوقت على مواقع السوشيال ميديا فقط نقعد ننظر ونحلل ونقول لا اصل القطر ده مشي من هنا كان المفروض يبقى هنا، لا ده مدبر علشان كذا، لا ده كان كذا، ده كان شارب كان مش شارب، اللي هي اللي احنا طول الوقت بس نقعد نتكلم، يعني الصفصفه والهمهمه اللي هي في الاخر مفيش من وراها فايده كبيره. يعني الا من رحم ربي، في ناس بدات تنزل وتعمل وتساعد، وان شاء الله باذن الله هيكون لنا كلنا دور بعد كده، بس خلاص فوقنا من الصدمه، نشوف هنفكر نعمل ايه. ايضا العنصر الاهم اللي احنا مفروض نقف عنده، ان احنا ربنا لما بينزل ابتلاء ضخم زي كده لازم يستوقفنا، ولازم يعني نقول هو من ورا الابتلاء ده ايه، ايه الحكمة او ايه الرسالة يا رب. ان الحكمة في ناس راحت ضحايا الهول الحادث ده، وقد ايه طبعا الموتة كانت مفجعة ومتعبة جدا لكل اللي شافها، بس اكيد في حاجة يعني لازم ربنا بيلفتك ليها. احنا عندنا مشكلة كبيرة في مصر، في كل من يعمل سائق في كل قطاعات النقل، يعني في كل وسائل النقل، اللي هم اذا كان القطارات، اذا كانت اللي هم الاتوبيسات النقل العام والاتوبيسات المدارس وكل الاتوبيسات، وطبعا طبعا وتحط حواليها قوسين 3 4 10 سواقين الميكروباص، سواقين، حط كل فئة السائقين، ونحط ونعمل قوسين كبار قوي كده، ونعمل لازم يبقى فيه سبوت، لازم يبقى فيه اعاده نظر في هذه الفئه، بدل ما احنا عارفين ان احنا عندنا مشكله في القطاع ده. ناهيك بقى عن المشاكل اللي هي موجوده في السكه الحديد، وان المفروض كذا وكذا، دي قضيه تانيه، انا بتكلم على قطاع السائقين نفسه، او الفئه من او الشريحه في المجتمع من اللي بيعمل في مجال السواقه اللي هم السائقين، لازم يكون في اعاده نظر مهمه جدا. لو بصينا ونظرنا وشفنا الدول اللي بره اللي هي المتقدمه، والدول اللي هي عندها باعه كبيره من التقدم التكنولوجي وكذا وكذا، بيتعاملوا ازاي، هتلاقي ان الفئه دي هي اهم فئه من الفئات المتعلمه. لازم يكون عنده، يكون متعلم ويكون عنده وعي، ويكون المساله مش مساله ده واحد بيمشي بارواح الناس، يعني مسؤول عن ارواح ناس كتيره، فلازم الفئه دي. وانت طبعا عارفين قد ايه ممكن المجال مثلا في اللي انتوا بتشوفوه كلنا وكلنا بنشوفه، اللي هم في مجال طبعا الا من رحم ربي، انا ما بعممش، بنقول في جزء كبير، الجزء الكبير ده في مشكله، وفي كتير منهم بداوا فعلا يعني يكون في رقابه من الدوله على الفئه اللي هي بتتعاطى مخدرات، بتتعاطى اللي هي الاشياء اللي ممكن يعني تخلي السواق يمشي كذا، وتشوفوا طبعا سواقين النقل، وشفنا الحوادث الكبيره وقد ايه في، بس محتاجين تجديد الرقابه على هذه الفئه، ويكون فعلا يعني تحليلات، اكيد في تحليلات طبعا في كل يعني، دي ده اكيد حاجه مش هنتكلم فيها، حاجه منطقيه،
ولكن محتاجين ان احنا نعيد النظر فيها ايضا، ويكون الفئة دي فئة متعلمة، يعني يكونوا ناس على دراية وتعلم وتدريب، ويكون ايضا يعني الاماكن اللي هي الحيوية اللي زي كده يكون الناس اللي موجودة في كل الاماكن دي ايضا على دراية وعلى تدريب، وتكون كوادر مميزة. معظم المهن اللي هي مفروض تكون زي مثلا اللي بيشتغلوا في اي مكان، وتكون المهنه دي دونيه شويه، يعني مثلا الناس شايفينها انها اقل شويه، دي اللي المفروض تكون اعلى كفاءه، لان هي ممكن اي خطا صغير كده يؤدي بحياه ناس كتير، يؤدي بحياه ناس كتير. واهم حاجه عندنا هو حياه الانسان، احنا مفروض نعيد النظر حفاظا على ارواح الناس وعلى ارواح المواطنين. واحنا المفروض كل واحد يبص كل واحد دورنا ايه، ايه الدور اللي احنا الحادث مفجع، احنا تعبانين وقلوبنا مكلومة، ولكن لازم نفوق ونستيقظ، وان شاء الله بعد العسر يسر، ان شاء الله يكون ربنا سبحانه وتعالى كأنه بعت لنا رسالة حتى نستفيق، ويكون من ورا ده حاجة كويسة كبيرة تتعمل، يكون في تطوير، ويكون في اعداد تأهيل، ويكون في اعداد كوادر، وتكون مسألة مختلفة تماما عما سبق حتى لا تتكرر، اي بقى مكان اللي وراه ايه، ولكن ده مهم حتى لو كان الحادث ده وراه تدبير او ما شابه، الله اعلم، اكيد هتبين التحقيقات ايه اللي كان ورا الحادث ده. وربنا يعافينا جميعا ويشفي كل مرضانا، ويا ريت كل واحد فينا يفكر بشكل او باخر يقدر يعمل ايه، وكل واحد يراجع فينا ان الموت ياتي فجاه، ويكون هي دي العظه وتكون الموعظه، الناس اللي بتتجبر، الناس اللي من مكانها بتقدر تبقى شايفه ان هي تكون قادره وتنسى قدره المولى عز وجل، الناس اللي بتظلم، الناس اللي بتاكل حقوق الناس وبتاكل حقوق العباد، كل واحد فاكر في لحظه لو بني ادم مات، حتى لو انت اكل حق حد او ظالم حد والحد ده هو اللي مات مش انت اللي مت، فخلاص يعني الملف بتاعه اتقفل، فهتعمل ايه يوم القيامه ويوم ما يطالبك بحقه؟ فراعوا ان الظلم ظلمات يوم القيامه، وراعوا ان احنا نراعي ضمائرنا في كل شيء، لان وقت ما هيجي وقتنا اللحظه اللي احنا هنموت فيها هتعمل ايه قدام ربنا يوم الحساب. ربنا يعافينا جميعا يا رب. طبعا مع الاحداث دي ومع قد ايه الناس ممكن بسرعه تتناقل ما بينها الروح اللي هي ممكن تكون في احباط، وناس كتير تحس انها محبطه ومكتئبه مع احيانا ضيق الحال، واحيانا الواحد يحس ان في ابواب كثيره بتقف او بتتقفل قدامه، ساعتها نعمل ايه؟ السؤال ده مهم جدا، علشان كده احنا النهارده هيكون معانا الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق، عايزين نتكلم معاه في عده ملفات مهمه تهم كل المصريين وتهم كل الناس. احنا عايزين نعرف هل الابتلاء اللي ممكن يحصل زي كده، ابتلاء او فاجعه، ده من اعمالنا؟ احنا عندنا يعني زي ما بنقول كده الفساد انتشر وكذا وكذا والاهمال و فربنا يبتلينا، ام هو ابتلاء الناس ربنا بيرفعها بيها؟ ازاي افرق لما يجيني حتى اي ابتلاء ان الابتلاء ده من ذنوبي، ولا ابتلاء ربنا بيطهرني بيه وبيعلي من قدري؟ ازاي افرق بين ده ومن ده؟ وهل الناس اللي توفاها الله وربنا يا رب يجعلهم من الشهداء، هل دول يحتسبوا عند الله من الشهداء؟ وهل مثلا لما اي انسان يحس ان بالضيق ويحس بانه في ضيق في صدره وبحس باحباط واكتئاب، كيفيه التعامل معاه من وجهه نظر الشرع؟ الحاجه اللي ممكن ايضا احب نتكلم فيها، ودي حاجه مهمه جدا، ازاي لما يتقفل قدامي ابواب كتير واحس بضيق في الرزق، ان الرزق بتاعي قل، هل ايضا ده مثلا ابتلاء من عند ربنا لذنوبي، ولا يكون في حاجه تانية؟ وازاي اتعامل معاه؟ وازاي ممكن اكون بدعو كتير ولا يستجاب لي؟ هل يعني يستجيب الله لي في حالات معينه؟ اكيد كلام مهم جدا كلنا محتاجين ان احنا نسمعه النهارده، ومحتاجين ان ربنا ينزل سكينه على قلوبنا بكلام الله عز وجل. تعالوا نطلع فاصل، نستقبل بعد الفاصل ضيفنا ونتكلم معاه في كل المحاور اللي اتكلمنا فيها، ونستقبل ايضا مداخلات حضراتكم. نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا.